إيرادات الضمان الاجتماعي رح تتحول إلى عجز خلال 10 سنوات. هذا اللي أعلنه البنك الدولي في واحدة من دراساته اللي تناول فيها الأداء المالي للضمان الاجتماعي. قدم فيها واقع وتفاصيل صادمة بالحقيقة عن الضمان الاجتماعي الأردني وضع صندوقه الاستثماري. طيب معقول رح يصير عجز في الضمان مع إنه الموجودات بصندوق الاستثمار تجاوزت 14 مليار دينار وعدد المشتركين الفعالين تجاوز 1.5 مليون مشترك، وكمان عدد المنشآت الفعالة وصلت لأكثر من 70 ألف منشأة. معقول يصير عجز؟ خليني أحكي لكم شو القصة. البنك الدولي في دراسته اللي وصلت عمون نسخة منها حكى كتير أشياء عن وضع الضمان الاجتماعي، وكان من أبرزها إنه إذا بيضل الضمان على نهجه الحالي رح يواجه عجز واضح. العجز يعني إنه إيراداته ما رح تكفي نفقاته، وتوقع هاي الحالة وحددها ب10 سنوات جايات. وبالحكي عن العجز لازم نعرف إنه حالياً الضمان الاجتماعي إيراداته بتيجي من جهتين، إيرادات تأمينية وإيرادات استثمارية. وصلت بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بحسب بيانات وزارة المالية طبعاً إلى نحو 2,278,000,000 دينار، معظمها من الاقتطاعات التقاعدية وبنسبة 70%، واللي صار عددهم تقريباً 1,546,000 مؤمن عليه. أما النفقات اللي بيروح معظمها للمتقاعدين وبدلات التعطل وبدلات إجازة الأمومة وإصابات العمل وغيره، وصلت بنهاية الربع الثالث من السنة الماضية إلى قرابة 1,322,000,000 دينار، معظمها للتقاعد وللتعويضات، حيث بلغ مجموع هذا البند في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 1,299,000,000 دينار، يعني بنسبة 98% من إجمالي نفقات الضمان والصندوق العامة. يعني الضمان حقق وفر مش عجز بنهاية الربع الثالث من السنة الماضية، وصل ل 955,000,000 دينار مقارنة مع 878,000,000 دينار في نهاية الربع الثالث من عام 2022. طيب مدام في وفر، كيف رح يصير العجز؟ من وين جاب البنك الدولي توقعاته؟ خليني أخبركم، استند البنك الدولي على توقعاته هاي إلى أنه برنامج التقاعد الحالي بالضمان ما بيغطي إلا 53% من إجمالي القوى العاملة، وأنه إجمالي الإنفاق العام على المعاشات التقاعدية في الأردن هو واحد من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحط البنك الدولي كمان 1,000,000 خط تحت التقاعد المبكر، وقال إنه التقاعد المبكر في الأردن مرتفع كتير لأنه 60% من المشتركين بتقاعدوا بكير، وأكد إنه إذا صار أي تعديل على التقاعد المبكر رح يتأجل العجز المتوقع، بدل بعد 10 سنوات رح يصير بعد 20 سنة. وحكى البنك كمان إنه المصاري اللي ماخديتها الحكومة من صندوق الاستثمار، وأنا هون رح أقتبس زي ما حكى البنك بالضبط، صندوق استثمار الضمان الاجتماعي قد أصبح أحد الجهات الرئيسية غير المصرفية اللي بحوزتها دين الحكومة، وحصة الصندوق زادت من الدين العام تدريجياً حتى وصلت إلى حوالي 20%، يعني سحب منه أكثر من 8 مليارات دينار. توقعات البنك الدولي وأرقام الضمان للسنة الماضية والسنة هاي رح تظل مرهونة بقرارات إدارة الضمان بالفترة الجاية، تحديداً إذا بتستمر الزيادة الواضحة بعدد المتقاعدين ومسحوبات الحكومة من مصاري الضمان اللي وصلت ل 60% من موجوداته، والتحرك بإجراء الدراسة الاكتوارية الجديدة واللي حملت رقم 11، وأعلن عن البدء بتنفيذها طبعاً مدير الضمان أمام اللجنة المالية النيابية، رح تبين تفاصيل جديدة بتوقع يلحقها تعديلات جوهرية على قانون الضمان. خلاف ذلك موضوع الادخار الإجباري اللي هو نهج الضمان رح يتلاشى تدريجياً، نقاط التوازن أيضاً رح تصير نقاط خلل، والدين الحكومي رح يتضاعف كون الحكومة هي كفيلة رواتب الضمان بموجب القانون. يعني إذا ما صار في تحرك فوري ودراسات واضحة، القادم لن يكون أجمل.